ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير. الو جيتكم اليوم فيديو جديده اللي راح تكون على ما روتين سوان اللي دائما تطلبوها مني في لي كومونتير. صار لنا واش كي تستخدمي شنو مالي برودوي اللي راكي ديري فيهم هاد الايامات بلس اللي راح نمد لكم ولا تكون فيديو كراش تيست ولا نعطيكم رايي في هاد لابغوس تاع لونا ميني تو اللي ديجا سقسيتوني عليها بزاف وكنت قلت لكم باللي ندير لكم ان شاء الله فيديو عليها. دونك جا الوقت باش ندير لكم شويه عليها باش تعرفوا على هاد المعجزه الصغيره اللي كنت جربتها انا عندي دوكا شهر وحبيت نجي هنايا ونهضر لكم عليها ونعطيكم رايي فيها وش فيها مليح وش ما فيهاش. ماشي فيديو اللي راح تكون مقارنه مع هذوك الفيك نو هذاك ان شاء الله ندير لكم فيديو هذا اخر مي راح تكون الهضره غير عليها هي وعلى لي برودوي اللي نديرهم هاد الايامات. فوالا ما نطولش عليكم بزاف سي بارتي نبداو لا فيديو ديالنا توتسويت. الو نبداو لا فيديو ديالنا توتسويت ونهضر لكم على كل مرحله بمرحله بمرحله كيفاش ندير باش ننظف البشره تاعي تري تري بيان سواء في الصباح ولا في المساء. دونك الصباح نحب نحي كامل هذوك الزيوت ولا المواد اللي يفرزهم الجسم في الليل. دونك ننظف البشره تاعي تري تري بيان مشيت نحو كامل هذوك الحوايج. وفي العشيه باغ اكزومبل كون دايره ماكياج في الصباح لازم ننظف البشره تاعي تري تري بيان مش ما تقعد حتى نقطه ماكياج فيه. فاللي ساعدني في هذا الشيء اولا اللي هي اكتشافي لهاد لابغوس اللي بزاف 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 عجبتني. قبل ما نبدا نهضر على المميزات ديالها نوري لكم لا روتين تاعي كيفاش ندير حبيت نهضر عليها هي شويه. كنت ديجا ورتها لكم في فيديو سور انستغرام وين درت لكم هكذا ميني فيديو اللي كان فيه نايت روتين وكنتو سقسيتوني وتشوكيت شويه في الاسئله تاعكم يسرا شديتيها نواغ نواغ تاع الرجال. نو لا لونا ميني تو فيها 6 الوان يعني لكم الخيار وكامل الالوان ديالها مناسبه لجميع انواع البشره. دونك خيروا اي لون تحبوه باسكو هما كامل يناسبوا جميع الوان البشره. دونك فيها البيرل بينك فيها فوشيا فيها مانت وفيها اكوا مارين وفيها سان فلاور يلو اللي جايه صفراء وفيها تانيت اكوا مارين وفيها ميد نايت اللي اديتها انايا هذه الكحله. دونك حنقرب لكم شويه لاباري باش نهضر لكم تاني على المميزات والخاصيات اللي فيها اللي عجبوني بالبزاف. دونك اولا هي تجي كي من هكذا فيها هنايا واحد الشعيرات اللي بزاف 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 بزاف, بزاف رطبين. دونك بزاف حنينه بزاف رطبه ماشي ديك الجرحكم لابو تاعكم كيما هذيك لابغوس اللي هذيك اللي تجي كيما الفرشات. دونك فيها زوج اوجه فيها وجه هنايا اللي فيه هاد الشعيرات تاعها بزاف رطبين كراف رطبين ومن لارير يجو شويه خشان. دونك مام هنايا مش عارف لكم تشوفوا يجو نفس الشعيرات اللي هنايا كاينين هنايا من بعد يولوا كامل رطبين. دونك هنايا هاد الوجه تغسلوا به البشره تاعكم عادي وهادو شويه خشان تغسلوا بهم المناطق اللي وين يتراكم الزيوت ولا المناطق اللي تكون عميقه مثلا هنايا في جهه الانف. دونك تنطفوها تري تري بيان وتاني جايه شويه عوجه يعني وين تسمح انها تدخل في هذوك المناطق اللي ما تقدروش توصلوا لهم مليح باي فرشات اخرى. فوالا دونك كما كتشوفوا هنايا كاينه ناقص وكاينه زائد. دونك تحبوا تقووا فيها بزاف وين تنطفوا ولا لا فيبراسيون تاع لاباري تزيد ولا تنقصوا فيها. دونك انا درتها موين ماهي بزاف ماهي شويه. كي تضغطوا عليها هنايا باش تشعلوها يشعل واحد الضوء الازرق خفيف من بعد يروح و فيها هنايا وين تشارجيوها. دونك تتشارجا كل 5 اشهر. دونك تشارجوها مره واحده تخلوها باغ اكزومبل ليله تتشارجا وتستخدموها لمده 5 اشهر من بعد كل 5 اشهر الاخرى تشارجوها الى اخره. دونك شارجر ديالها يجي هكذا نوريه لكم. دونك جاتني في هاد لابوات فوالا شارجر ديالها. دونك تبرونشيوه هذيك اللي ما في تشارجو فيها التليفون تاعكم وتبرونشيوها هي هذه الجهه في لاباري باش تتشارجا تشارج لكم. فوالا دونك كي تشعلوها دير هذا الصوت فوالا تولي تفيبري. الوغ هاد لابغوس شنو كانت اللي عجبني فيها البوكو بلوس سي كو مريقله.
جوغ على حسب الثواني ولا حسب الدقائق. مثلا كي تشعلوها تقدروا تغسلوا بها في بلاصه وحده في الوجه ديالكم، هاكو تغسلوا وتغسلوا وتغسلوا، دير واحد النقزه تاع انكم راكم فتو 15 ثانيه وانتم في نفس البلاصه، يعني بدلوا البلاصه اخرى. يعني مثلا انا قعدت ننظف غير في الخد تاعي منا ومنا منا منا منا، فوالا درت واحد النقزه هذيك واحد حوالي 15 ثانيه، يعني باش تبدلوا البلاصه تروحوا لجهه اخرى، كيف كيف تعاود تنقصكم باش تبدلوا البلاصه وتروحوا لجبهه مثلا، بعد تعاود تنقصكم بجوج هنايا، بعد تنطفوا الالف تاعكم، ومن بعد تولي تشعل كامل هنايا بلو واحد بعد ما تكمل دقيقه واحده. يعني هاد لابغوس مريقله على دقيقه واحده انتما تغسلوا الوجه ديالكم، ما تزيدوش عليها بزاف، لانه انايا اول ما جبتها ما عرفتلهاش مليح، فما كنتش نبدل المكان، تقشرت لي شويه هنايا. من بعد كي فهمت لها باش عرفت بلي فريمون الريغلاج اللي راه فيها لازم تعرفوا له، لازم تتمشاو عليه. يعني بعد تولي كامل تشعل هنايا بلو وين خلاص نورمال دقيقه واحده كافيه باش تغسلوا بها الوجه ديالكم. نستخدمها دونك يا اما تحطوا الغسول في الوجه تاعكم من بعد غير تبلوها شويه وديروا في وجهكم وتعطي واحد الرغوه هايله هايله هايله، دونك تغسلوا وجهكم، ولا تحطوا شويه البرودوي فيها هي بعد وتشمخوا بالماء وتشمخوا شويه وجهكم وتغسلوا بها هي. فوالا بالنسبه للافوغيو. بالنسبه للنتيجه ولا الراي فيها، انا هذا من الناس عجبتني بزاف لاني وجدت ولقيت تحسن في البشره ديالي. ما بيش لك تعرفوا ترومالكم معايا لانكم تعرفوا البشره تاعي من الاول وتعرفوها كيفاش دايره، ولكن فريمون لقيت تحسن البشره تاعي وين نحسها نقيه ديالي، ولا حسيت البكتيريا ولا الجلده الميته اللي كانت فوق البشره تاعي هي قاعده وتولي فاتحه، ما لي سيكاتريس بداو ينقصوا لي، يعني حسيت بهذا الشيء وما نعرف. ثاني سي انكرويابل شحال تنقي البشره تاعي بعمق، يعني مام قبل ما كنت نستخدم هاد لابغوس كنت كي نحي المكياج من الوجه تاعي ونغسل وجهي ومن بعد بهذيك البابي نمسح وجهي ما نلقاش الفون دو تان في البابي، مي دوكا وليت كي نغسل وجهي نلقى الفون دو تان كامله ويروح مع داك، يعني الفون دو تان فريمون خرج لي تري تري بيان، ومن بعد نعاود ندير لوسيون موراها زيد يعاود يتنقى. دونك فرانشمون هاد لابغوس نقات لي وجهي بيان. ثاني وجهي ولا رطب، تنو تنظف لي البشره تاعي ونحسها رطبه، وليت ما نحبش ندير لا كريم ايدغاتونت بزاف مالغي هذا الشيء خطا، مي فريمون نحس وجهي رطب، نحس وجهي مرتاح، فما نحبش نزيد عليه لي برودوي بزاف. دونك وليت كيما في الصباح نكتفي فقط اني نغسل وجهي بها هي وندير لوسيون تونيك تاعي، ونخلي البشره تاعي تتنفس ما ندير لها والو غير قبل ما ندير الماكياج، يعني ندير هذيك لا كريم ايدغاتونت ديالي. الغسول اللي نغسل به وجهي هاد اوبس قريب ما درت كارثه. دونك الغسول اللي نغسل به وجهي هاد اليامات اللي هو هاد جيل نيتوايون من عند لا مارك غارني، دونك هذا بور لا بو نورمال ا ميكست، وانا عندي لا بو ميكس كيما على بالكم. دونك هذا مخدوم بالالوي فيرا بيو، هاد جيل هاد كامل لي جيل نيتوايون، نو ماشي كامل مجربتهمش كامل، مي لي جيل نيتوايون تاع لا مارك غارني انا يعجبوني بالبزاف، وتاني ترطبوا لي البشره تاعي ونحس البشره تاعي فريمون راهي منتعشه اصلا، هما كاتبين فيجيتال غافريشيسون، دونك هذيك هي ينعش البشره فريمون، و سورتو الحوايج تكون مخدومه بالنعناع ولا بالالوي فيرا ولا بالخيار دائما تشموا هذيك الريحه تاع ديك الريحه الخضراء، ديري ريحه خضراء فوالا تشموا هذيك الريحه. ف نحب هاد المواد اللي يكونوا مخدومين بهم لي جيل نيتوايون، يعني يعطيك ديك الريحه وتحسوا بها في البشره ديالكم. فوالا بالنسبه لواش راني يعني نغسل وجهي هاد اليامات، يعني لابغوس تاع فوريو لوناميتو اللي اكيد راح نحط لكم الرابط تاعها تحت في صندوق الوصف اللي راه حابه. سي فري شويه غاليه، مي صدقوني البنات هاد الحاجه اللي تقعد لكم، يعني كيما الذهب باغ اكزومبل تشرو ذهب باش يقعد لكم ولا تشرو ذهب باش تدوروه من بعد، فهاد الحاجه كي تشروها راح تقعد لكم، ماشي حاجه اللي راح تكسر وتعاودوا ترموها، نو بالعكس، يعني تشرو حاجه غاليه وتقعد لكم خير من تقعدوا تشرو في حاجه تافهه وين تقعدوا اشاك فوا تديروا بها. سورتو هادي حاجه يعني اللي مخدومه بالسيليكون تتنقى تري تري بيان، ما تخافوش منها، ف فوالا ننصحكم بها 100%.
ناخذ قطنه ونحط فيها. على بالي بلي نقول بزاف كلمات ديالي، سمحوا لي بزاف، على بالي بلي الحوايج ديالي وهدو ديالي وجه ديالي ماشي ديالكم، ما باليش علاش نقولها، دونك سمحوا لي تاعي ماشي ديالي. ناخذ لوسيون تونيك، وكاين بزاف منكم قالوا لي يسرى ما هو دور لوسيون تونيك للوجه. دونك تونيك تستخدموه باش ينقي لكم البشره تاعكم تري تري بيان، يزيد هذوك لي بور ديالكم اللي يكونوا اللي عندهم لي بور محلولين ولا، دونك يزيد ينقيهمكم تري تري بيان وشويه يشد لكم المسام ديالكم. ثاني بالنسبه اللي عندهم البشره تاعهم بزاف دهنيه ولا كيما انا البشره تاعهم مختلطه، دونك دائما نحب نزيد ننقي تري تري بيان جهه الانف تاعي باش ينحي لي هذاك اللمعان لهذوك الزيوت. ثاني مليح بزاف جاي انتي ريد، دونك ينحي لكم هذوك العلامات تاع الشيخوخه الى اخره، وكما قلت لكم ينظف المسامات بعمق. دونك انا عندي كما قلت لكم هذا تاع نيفيا. دونك بعد ما زدت عاودت نقيت البشره تاعي باللوشن تونيك، دونك نجي ونرطبها. دونك هذه نستخدم هاد لي دو برودوي من عند لا مارك ميكسا، دونك هما ميتباعوش مع بعض، دونك كل واحد شريته وحده ولازم تشرو واحد منهم، دونك انا خديتهم في زوج وليت نحب نستخدمهم مع بعضهم. مع الجري تقدروا تستخدموا يا هذا وحده يا هذا. بالنسبه للاول هذا سيروم ايدغاتون اللي جاي كيما هكا، دونك هما في زوج بور لا بو سونسيبل، وي ميم هذا بور لا بو سونسيبل فوالا. دونك الاول يجي كيما هكذا هذا سيروم فوالا، و لا تيكستور تاعو جايه كيما الماء، فرانشمون كيما الماء. ريحته هايله، مي هذا ما عجبنيش بزاف 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 بيسك ومخدوم بلاسيد، دونك شويه يحرقني في البشره تاعي، سورتو كي نكون دايره تنظيف عميق للبشره ولا اللي بوغ تاعي يكونوا فري تعبانين ومحلولين وصار لهم العجب، دونك بزاف يحرقني. دونك ما وليتش نحب نستخدمه بزاف 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 غير وين النهار اللي نحس باللي لابو تاعي راه محتاجه بزاف ترطيب ونديرو هو من بعد ندير موراه هذا. دونك سينو تقدروا تستخدموا غير هذا وحده، تستخدموا غير هذا وحده. بالنسبه لهذا مادام لابوات اللي راه هكا معناتها بزاف عجبني، دونك هذا واش عجبني فيه مالغري هو بور لابو سونسيبل ومكتوب جيل كريم ايدغاتون ويدغاتي بور 24 ساعه، مي لي حسيتو سي كو يرطب لي البشره تاعي وهذاك الجل ديالو اون ديغي شتو يشد لي البشره فوالا، يشدها لي هاك تولي لابو تاعي هاك مشدوده، ندير دايره بوتوكس والله صدقوني لابو تاعي لابو تاعي مشربه رطبه من حسها اون ديغي هذاك الجل يعطي واحد لابريونس ويحس البشره تاعي جوغ نستخدم ترطيب هاد اليامات. كاينه هاد لاكريم تاع ميكسا اللي قلت لكم بزاف عجبتني باسكو جايه جيل وكي تنشف البشره تاعي تعطيني واحد لابريونس ونحس البشره تاعي مشدوده وميم طون تكون مرطبه. وبالنسبه لهذا ثاني مليح، مي لاسيد اللي فيه يحرق لي بزاف البشره تاعي كي تكون لي بور تاعي سخت محلولين، دونك ما عادش نحب نستخدمه بزاف. فوالا بالنسبه لهادو. بالنسبه لترطيب الشفاه ديالي نستخدم هذا البوم لافغ من عند بريمارك اللي بزاف مينيون وبزاف شباب، دونك ننصحكم باللي تلقاه في بريمارك ولا لانه ريحتو هايله كيما الايس كريم فوالا، وتحطوها في لافغ تاعكم ويرطب سو 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 سوبر بيان فوالا. الفيديو عجبكم، دونك ما تنساوش انكم تكتبوا لي جميع اقتراحاتكم وتعليقاتكم لتحت في التعليقات لاني نقراهم كامل. ديجا ميرسي بوك على كامل هذوك التعليقات الحلوين كيفكم. وثاني حبيت نقول لكم تلقاو الرابط تاع لابغوس فور يو لونا ميني تول تحت في صندوق الوصف، دونك اللي راه حابه تكوموندي تدخل لتحت. وهذا ما كان، نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.